السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم مشاهدينا متابعين فيه العافية. طبعاً بدأنا في العد التنازلي وبدأ العيد يقرب وبدأت الناس تجهز للعيد، يعني نلاحظ طبعاً الأجواء كلها برا أن الناس طالعة تشتري تجهز أجواء العيد، يعني بدأنا نشم ريحة العيد. فخلنا نسأل أم خالد شلون مع تجهيزات العيد؟ والله الحمد لله. بديتي تجهزين ولا لا؟ إيه بدأنا نجهز الفوايد ولا في العيد فالة. بس الأشياء الثانية خلص أعتقد الثياب وغيرها كلها جهز. كلها جهزت. وفي اللي يجددون مثلاً يعني يغيرون شوي في بيوتهم أو شيء يكونون خلاص خلصوا. الحين مساكين. لا الحين عددهم خلصوا. حد من نص رمضان اللي يصبغ واللي نجد واللي يشتري زل واللي يشتري مواعين جديدة والدلال يبون يخلصون يكون ما يتعبون. واللي يحجز ورد حجز خلصوا. والورد وهذه الأشياء الحلويات وال. الله يديم علينا الفرحة والعياد. اللهم آمين جميع المسلمين. اليوم ما شو مسوين؟ واليوم اليوم حمسات. اليوم حمسات بدون عيوش اليوم. يعني أكثر من حمسة. أكثر من حمسة. يعني أنا أشوف أطباق عندنا هذه جبود. جبود وتشلاوي وقلوب. وعندنا يعني عندنا أكثر من نوع وأكثر من طريقة. والطبق الثاني اللي هو لحم شرايح بعد من الحمسات. اي بعد من الحمسات. وعندنا قوانص الدياي اللي هي القنصينه مع جوانح الدياي. هاي بالنسبه حق الطبق الرئيسي او اطباقنا الرئيسيه لليوم. كلها اليوم كلها حلو او حلو. اليوم ما عندنا، بس عندنا اليقط. يقط بنسوي لهم اليقط اليوم مع التمر والدهنه القطريه. اذا اليوم ما عندنا حلو، عندنا يقط وتمر ودهنه قطريه. ايوه عيل خلينا نقول حق المشاهدين مكوناتنا ومقادير اطباقنا لليوم. عندنا الحمسات، كبدة، قلوب، كلاوي، لحم قوانص، أيما لحم قطع جوانح. لحم قطع قوانص، جوانح دجاج، بصل، طماط، جلجلان، بقدونس، بطاطس شرايح، فلفل حلو ملون، فلفل حار، نعناع، فلفل أسود حب، فلفل أسود مطحون، هيل حب، هيل مطحون، كركم، إبزار مشكل، كزبرة ناعمة، سنوت مطحون، ثوم، عصير ليمون، مكعبات مرق الدجاج. هاي بالنسبة حق خلطاتنا أو حمصاتنا. أما الطبق الثاني اللي يقط عندنا اللبن والتمر والدهنة القطرية. نبتدي؟ إيه نبتدي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه أعطينا. نحطها إيش؟ على شيء؟ إيوه. ما تبين دي؟ تبين ولا لا؟ إيوه أعطي. إيه؟ هذه هو؟ وهذه لا بعد؟ لا هذه هذه. لا هذه دي حيل شغلة دي أنت. وهذه بعد النص. إنزين الحين هاي شو بنحط فيه؟ هذه بنحط فيها الحين أول شيء بحط فيه الزيت. زيت. إحنا اليوم أنا اخترت لكم الكبدة، وهي الكبدة أكيد إنها مفيدة خاصة اللي عنده فقر دم، يحبون يعني يأكلون الكبدة. والكبدة ممكن نحمس ناكلها ساعات في الذباح، أو ممكن نحمسها مع الإدام ونحطها فوق العيش. والقلوب والتلاوي اكيد لو سالتوني اخير نوع اللي هو العربي، يعني لو بيكون عندنا اللحم اكيد بنختار اللي هو العربي، مثل السوري، مثل اللي مربى في البيت، الخرفان اللي مربيه في البيت اكيد انها بتكون افضل من المستورد. فهذه الافضليه حق اللحم، يعني بالنسبه حق اللحم. هاي ايش كثر راح احطي؟ ما قولي زيت بس. وهني انا اخترت لكم هذه تقريبا هذه حق 6 اشخاص، ممكن هذه حق 6 اشخاص، وقتها ياخذ تقريبا ربع ساعه الى 20 دقيقه واحنا نشوح فيها. هذه حق 6 اشخاص يعني كم صحن؟ كل هذه تقريبا حق 6 اشخاص كامله. لا يعني الكبده
تكون بالصحن تنباع بالصحن. ايوه كم صحن؟ هاي صحنين. هاي صحنين ايوه وها. كلها المعلاق والهذه هي معالق جايه مع بعض. مع بعض حق 6 اشخاص. احنا لو سويناها احنا بتصير حق 6 اشخاص يعني في المتوسط. هني احط زيت؟ حط هني بعد زيت. اي ما قولي لي بس. لا هني لا. هاي حق اللي يقط. افضل لك. بمسحها عشان ولا اغسله؟ لا تنشينها بس. امشها اكيد ولا اغسله؟ بس حطيها انت هناك على جنب. انا ما اقصر عليها هذه. الحين انا بسوي لكم اللي هي الحمسات، والحمسات هذه خفيفه حتى حق السحور ممكن ان احنا ناكلها. والكبده الاول يعني يحبونها الناس حق الريوق يفطرون عليها، وحق السندويشات. اليوم شلينا يعني ما نبي نسوي لكم عيوش ولا نبي نسوي لكم اي شيء. اول شيء انا بحط الكبده وبعدين ببحرها. بتسوينهم مع بعض يما ولا كل واحد بروحه؟ لا واحد بروحه احسن. انا صبيت عليها ماي حار اول. صبيتي عليها الماي الحار يعني غسلتيها بالماي الحار تقصدين؟ ايوه لكن الافضل انها ما تنغسل، لكن الناس وايد يعني ما يحبون ذي، بس اذا كانت صحيه اكثر ما تنغسل بالماي. ها شلون ننظف بالماي الحار؟ لا بس اللي يبيها اكلتها تكون صحيه ما تنغسل، بس انا غسلتها بالماء الحار عشان انزل دمها. بس غسيل مو بنقعت. لا بس غسلتها بالماء الحار. الحين انا بحمسها، وهي كلني عارف عنها انها اكله صحيه ومفيده حق اللي معاه فقر دم. هذه احط فيها هاي؟ حطي بصل. بصل؟ لا هذه ما عادي بيجي. بحط عليها الابزار وبخليها تطبخ، وبعدين بزيدها اذا نشف مايها. وبزيدها شوي ثوم. قولي لي ما بجيب لك على اساس. الحين هي بتطلع الماي، بخليها انا تنشف، بس حطيت عليها بزار عشان تاخذ الريحه. الحين حطينا بزار وشنو؟ ثوم. وثوم. وهي اصلا كان بس في زيت في الجدر في بس كان في زيت. ايوه بس الحين هي تطلع مايها شوي تشربها، وعقب بحط عليها المكونات. هي سخن؟ اي وايد. انا غسله. يعني أبرز. هاي هني شحط. هني؟ إيه؟ حطي البصل. اللي عندك هذاك ولا غيره؟ إيه شوية منه. هذه لها مي. أيوة. لانه حار فسكرتها. وهاي بعد سكرتها. سكرتي؟ اي لانه كان يدخل حار. ما عليه. اولع؟ ولعي مي. انا استخدمت بسوي لكم اليقط اللي هو لبن الجاهز، وهذه تقريبا دبه كامله اللي هي مطاره. 2 لتر صح؟ 2 لتر. بسم الله. ما راح يطلع هي اليقط دائما يعني يطلع كميات قليله بس. وبخليه على نار هاديه. خلاص وانسى. على نار هاديه صح؟ ها؟ على نار هاديه. على نار هاديه. وين غطاتي؟ اعطيني مغطاتي. خلي عنك. هلا يما. ايوه نسيت الوقت اللي اقول لكم. اليقط ياخذ له تقريبا نص ساعه
بس على نار هادية، يعني ما يبي نار عالية. وهذه اللي سويناها تقريبا حق بعد 6 أشخاص ولا 7 أشخاص، لأنها 4 لتر. 4 لتر. هاي حق شنو البصل قاعدين نحمسه؟ الحين أنا بقول لك مي. هاي اللحم نزلي عليه. الحين أنزله ولا أنطر البصل شوي؟ لا نزلي خليه يستوي معه. هاي لحم وشوي ما؟ هذه لحم خرفان، لحم غنم يعني. وبنزل الحين الكبود والكلاوي. نزلتي الكبدة والوحيد يوم خذت شوي الكبدة البزار نزلت عليها الكلاوي والقلوب. بس وغطيها وخليها تطبخ. الحين أنا بشوح هاي اللحم يبته وقصصته شرايح. أنت قصصتي يما؟ إيه أنا قصصته شرايح. يعني هو أي قطعة عيل؟ القطعة المتينة اللي ما فيها عظم، اللي ناس تسويها بستيك وناس تسويها بفتيك وناس تسويها. قلتي لي لحم غنم. إيه لحم غنم يبدأ وقطعته أنا شرايح. قطعناه وخليناه ونخليه الحين يستوي مع هذه. هاي على عنده نار عالية الحين. إيه أعرف بس. إذا تبين بهارات شيء قولي لي أعيدلك. هذه أعلى، هذه النار عالية كلش ده. أعلى شيء. بس لو تسحبينه شيء شوي. وين أسحب عليها؟ لأن هذه مضيقاتني شوية. مثل ما شفتوا الحين يمكن حد ما لحق علينا، حطينا الكبود وضفنا عليهم الكلاوي والقلوب، حطيت على الكبدة شوي ثوم وشوي بزار لين تشرب مايها، وبعدين أبتدي أحط عليها البهارات. يعني الحين ما انت اول شيء حطيتي الكبده وبعدين عقبها بشوي حطيتي القلوب. ايه ليش؟ ليش مو مع بعض كله نزلتي مره واحده؟ ابي شوي لان فيها هي ماي وايد تروح عنها شوي الكبده. وبعدين خلي حطيت عليها الثوم والبزار. ولا عقب حطيتي القلوب. هاي بعد خله شوي ينشف، بحكيت بيطلع المي. عقب ما ينشف كلش نحط عليه البهارات. بهاراته هي اللي تبطي الكبده، هي اللي تاخذ يعني تطلع مي وايد. يما انت ايش طاري عليك اليوم تسوي الخلطات حمسات؟ عيازة خلهم مشاهدين عيزة من العيوش، خلنا نغير لهم شويتي. لا فكرتك تقولين عيزنا. لا احنا يعني قلنا خلنا نحط لهم اليوم حمسات حق السحور. هي تعرفين هاي الفكرة روعة حق ايش؟ ايه حق سندويتشات. يعني السندويتشات يبي له صغار يعني. يعني انا مثل هالفكره مثلا وتقطع الكبده صغار صغار. اي صحيح. واحلى شيء ان الواحد مثلا ممكن ان اللي ما يحب القلوب ما يحط اساسا، يعني يسويهم بطريقه ثانيه. اي ممكن، يعني ممكن احنا نسوي الكلاوي والقلوب مع بعض والكبده لحالها. ممكن نسوي القلوب مع بعض والكلاوي لحالها. ناس وايد ما ياكلون كبده. هني ممكن يما ينحط حبوب الرمان، دبس الرمان سوري. ايه اخر شيء. ايه بتحطي؟ لا ما جات في بالي. ولا ينحط عليها دبس الرمان بعد تعطيها وايد. يعني تقصدين لما يستوي؟ ايه اخر شيء يعني بتحط بتجهزينها ممكن تحطين عليها دبس الرمان. تطلع بعد حلوه. خليه ينشف. خلاص لونه تغير يعني. اوكي. بدا ينشف. بس ينشف هو وهذه تنشف عندنا نقدر احنا نتحكم فيها.
هاي ما عندك على حرارة عالية صح؟ أعلى شيء، وأنا عندي على حرارة عالية. أيوة. واللبن على نار هادية. نار هادية؟ أيوة. أبطي زيادة؟ لا بزيد كذي، لأن اللبن ما يبي له نار وايد، يعني يدوب النت. إيه. كذي نعرف إنه بدأ يتقطع و يعني يصير طبقتين صح؟ تعرفينه إذا صار مثل الخبز كله تجمع وأنت تحطين الزحينة بالقفشة تحسين خلاص ما عاد فيه لبن. تجمع كله يعني بقى بس ماي خالي. واخر شيء شو تسوين فيه؟ شلون بس اخر شيء اخذه واشخله يمه واحطه في اي طاسه اي مله اي صحن بس خلاص. في ناس تسوي ناشف ناشف تحسينها شيء مفرفت ناشف. اي عند وفي ناس تسوي شوي لين لنشف حد. اذا مثلا انا طبخته الحين ونشف اخذه واصب عليه لبن واخلطه مع صرت النقشطه. يعني انا على حسب اللي انا ابي. اي اي يعني انت تبينه لين يصير مثل القشطه ممكن انك تزيدينه لبن وتخلطينه تخلطينه مع اليقط وصير عندك لين تاكلينه كنا قشطه. وبعد في ناس شفتهم يخلطون عليه حبه البركه اليقط. اي جديده علينا صح والله ما ادري شفت فيه نقط سوداء جديده المعلومه. اذا يمكن انا اقرا في الماي بطلعين فاصل. اي يلا طلعي فاصل. إذا نخلي أطباقنا شوي تستوي. إيوة. أحب أذكركم مشاهدينا أن الأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة 5481 هي للتواصل معنا. تواصلوا معنا فاصل ونرجع نواصل معكم أطباقنا أو حلقتنا لليوم. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم أطباقنا. حط فيها شوية ثوم دقي عليه أنا بحط شوية حين بزار وهني شوية بزار. زين تدرين أعطيك أنا أحسن. شوية سنوت. سنوت فلفل أسود. وتبي فلفل زيادة بحط هني. الطماط على حسب الرغبة، حد يحب ياكلها بطماط حد ما يحب ياكلها بس كذي قلاي. يعني أنا اليوم بسويها لكم بالطماط. بس تشوح ما بدي وايد فيها. أقصر عليه وشوي بصل لأنه ما بدي ينضى وايد. حطي شوي زيت المي. أحط زيت شوية وبملحها. وبحط عليها شوي يليلة شوي لك تاكلين. معنا أم حسن من الدوحة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا فيك. سمحتي حبيبتي أعطيني أم خالد شوية. تفضلي أم خالد معك. أبي أكلمها. هلا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. مشكرش على هاي الطبخات الزينة حبيبتي. الله يسلمك. ما تقصرين عسى عمرك طويل يا رب. الله يسلمك أمي. بغيت أسألك حبيبتي عن الجبنيات. أمس مرة من جبنية. إيش؟ الجبنية. إيه. اللي سويتها. جبنية. إيه جبنية. ممكن إن تستحق بالي يعني ذي لأن خلص إن شاء الله وبعرضها. أم حسن دقايق بس في أثناء الحلقة. معلش. أول ما تلاقي فرصة بتعطيك. بعطيك الطريقة إن شاء الله. تمرين أمر.
شكرا حبيبتي. كل الشكر لك اختي على تواصلك معنا طبعا. وبعد يعني تاكيدا اقول ان سويناها في رمضان هذه من كم حلقه، فاللي يعني حاب انه يطلع طريقه اي طبق جبنيه صاغو او اي طبق من الاطباق اللي سويناها، حطينا شوي سمنه عليه، حطينا سمنه هنا، يلاقي موقع قناه الريان، وداخل الموقع عندكم البرامج، وفي البرامج فيه العافيه، فيه العافيه بتلاقون داخل الحلقات كلها، تعيدونها براحتكم وتشوفونها. نحط الفلفل الملون، يعني حطينا لهم الملون الفلفل. زين يما الحين حطينا اول شيء، حطيتي هاي سمن ولا ايش؟ امي هاي سمن؟ سمن حطينا السمن هني، وحطينا فلفل بارد ملون، كم من حبه طماط عدله اللي هي طماط الصغار. اي وبنحط فلفل اللي أخضر. هو اخضر حق اللي يحب. طبعا مشاهدينا يمكن في المتواصل معانا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهره لكم اسفل الشاشه لاي استفسار حق ام خالد. شوي بقدونس شوي بقدونس، واللي حاب انه يتابع مكونات ومقادير الاطباق المواقع ظهرت لكم اسفل الشاشه. اوكي الحين هذه جريب قامت بتخلص اللي هي الكبده، قصري عليها كم، وسط ولا واطي؟ وسط خليها. اوكي زين هني حمسنا البصل. بتقولين شيء؟ شنو؟ لا بغيت اقول يعني الوقت اللي اخذت الكبده تقريبا من 15 دقيقة اخذت لين 20 دقيقة. 15 ل 20؟ لين 20 دقيقة. اي بس هي تقريبا الحين الكبده نضت، بخت بمويها، وهناك هذه نضت. ايوه يعني هاي نفس الشيء بعد من 15 ل 20 دقيقة. اي تقريبا. هاي ايش اسمه؟ ما نلاقي باسم معين يعني. لحم، هو لحم كذي شرا ذاك متين كنا فيليه، بس ياخذونه ويقطعونه ويسوونه شرايح. الحين هذه بشيلها انا. بسم الله. تقريبا خلصت. ما انت جبتي الصحن هني ليش؟ بانتبه بس قلت بفطم. ننتبه الحين؟ اي ولا بعدين؟ اخر شيء احسن. يلا خلاص هذه خلص. زين اي خلصنا، نبتدي الحين نسوي حمسه القوانص مالت الدجاج. ريحتها تينم. الحين بنملح هذه شويه. اي هاي حطينا هنا ولا لا؟ لا حطينا في الكبده. يما الكبده انا في شيء شفته استغربت منه. انت حطيتي اول ما حطيتي الكبده حطيتي عليها بزار. اي صح؟ اي ومن شوي عقب ما حطيتي القلوب والهاي إيه؟ رديتي حطيتي بزار وحطيتي هني بزار. اي عشان اول ما حطيته عشان تطبخ بمايها مع البزار. يعطيها ريحه، اللي طبخت مع البزار اعطاها ريحه تطبخ بالماء اللي هي فيه. وبعدين يوم نشف مايها زدناها بزار. صح؟ ولا عشان انا فكرت ان عشان القلوب وشي؟ لا. المهم ان حطينا مرتين. لا حطيت بعد عقب عشان عقب ما نشف الماي. أيوة. لازم اني انا ببهرها مع البهارات مع البهارات الثانيه وبحط عليها البزار وبحط عليها كل حاجه. الحين اني حق قوانص الدجاج. حق ايش؟ القوانص. شنو هم القوانص؟ اللي يسمونها القنصينه. هاي؟ ايوه. هاي؟ ايوه. زين شنو هاي؟ قنصينه الدجاجه. تعرفين القنصينة؟ لا أول مرة أشوفها. قوانص. يعني أنا أروح أشتري من عند الريال اللي يبيع لحم أقول له عطني قوانص دجاج؟ لا عند الدجاج. أوكي. إي تبع الدجاج. فيكون مكتوب عليه قوانص. الدواجن. الدواجن. الدواجن؟ ما هو مال اللحم عنده جزء من يما. صح ما عنده جزء دياي تصدقين؟ اي الثلاجة الوحدة تكون فيها دواجن. الحين بحط زيت بس شوية بس. عليك هالمرة ها؟ ما انا شفتك وقفتي قلت لك بس على اساس انه يعني ابتدى يقطنا مسكين صادف الفل. واجيب ثاني. وببتدي بنزل شوي بصل. بسم الله.
بس يتحمر عندنا البصل. هذه خلاص تعتبر صح؟ هذه خلصت. خلاص هي خشيلها عشان نقلي البطاطس. يعني ما طفي النار، اخلي النار. لا خليها. معنا الاخ عبد الرحمن من الدوحه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا فيك اخوي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ممكن اكلمهم خالد؟ تفضل. يبا خالد معك. شلونك يما؟ الله يسلمك يبا، الله يعافيك. نبي طريقه الفلوده واليقط لو سمحتي. اليقط والفلوده. اليقط هذا هو يبا، جبنا لدباب اللبن وصبيناهم في الجدر. اعطيني دعاء قفشه بشيل دي بس يبا، وتخلي على نار هاديه، ما يبي له شيء يبا. هذا طريقته الحين انت شفتها. واذا انت يعني يبا عندك مثلا اشخاص وايد، هذه ترى اللي هي الترين يمكن حق اربع اشخاص بس، لان اليقط اللبن تحط وايد ما يطلع له، ما يطلع لك الكميه اللي انت تبيها. وهذا يبا قدامك اليقط، وتشوفه تمعن فيه. وش يبي الفالودة؟ كل شكر لك أخوي على تواصل. والفالودة إن شاء الله يبا، بس سمهلني دقايق وابشر إن شاء الله. أنت واللي طلبت الجبنية. أيوة. ابشروا إن شاء الله. أنا على فكرة يما، الناس اللي كانوا يتصلون يسألون الفالودة من وين يشترونها. أيوة. الفالودة لقيتها في الجمعية، أنا يعني خلص متوفرة في كل مكان. ويمكن ما يعرف، يمكن إذا أهني إحنا عقب الفاصل ممكن نرويهم إياها إيش نوعية الفالودة. هذا الحين بنخلي لهم مبطه حق اللي يحب يتفرج. معانا الاخت ام محمد من الدوحه. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك دعاء؟ الحمد لله الله يسلمك. شلونك ام خالد؟ الله يسلمك الله يعافيك. حبيبتي بسالك، انت قبل يومين كنت مسويه دقوس بودره عندك ناشفه يعني كبير. ايوه. من شنو مكوناتها؟ مكونات امي فلفل احمر. أيوة. اي كميه مثلا بتحطين مله فلفل احمر. أيوة. وبتحطين مله سمسم ومله. أيوة. سنوت ومله جلجلان، وبتحمرين الفلفل. تحمر مطحون؟ نعم. السمسم مطحون بتحمرينه قبل، بتحمسينه وبتحمسين. أيوة. السنوت والجلجلان وبتحمسين. أيوة. الفلفل وبتطحنينهم. أيوة. مع بعض. لا طحنتيهم. أيوة. امي عندك الثوم، دقي الثوم وحطيهم داخل اللي عليه طحنتيها وصارت مثل البودره، وفركي. أيوة. لبسي لك بعد اذا ما تبين يدك تتخيس، لبسي قفازات وفركي الثوم في الدقوس وخلاص امي، حطي في علبه وبالعافيه ان شاء الله. الله يعافيك. الثوم بعد ناشف ها؟ لا، الثوم العادي الابيض اللي نسويه في الاكل، تقي لك كم. أيوة. من راس يعني، وخلي معه. أيوة. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسلمك امي. كل الشكر لك اختي على تواصلك معنا. احط زيت؟ اي حطي زيت. وايد ولا شوي؟ حق الله يعني شي؟ لا زيدي شويه. قولي لي بس هاي. بس زين شوي. الحين بحط القوانص اللي هي القنصينه، وكلكم تعرفون ناس وايد يحبونها يعني ياكلونها القوانص. احنا الاول نتهاوش عليها. من القنصينة هو اللي سووا الدجاج يعني يسوون ديايتين كم قنصينة فيها، قنصينة واحدة يعني. كنا نقول لا اليوم القنصينة ليانا، يعني الدياي كلها مسكينة واحدة. ما أقدر أتكلم لأن الموضوع كلش ما عارفه يما. هذه القوانص يعني ناس وايد تحبها، وهي هي المعدة. ايه يشيلونها وينظفونها، فيها الاكل وفيها طبقه جلديه ينظفونها منها يشيلونها. هي انا الاقيها جاهزه موجوده. الحين جاهزه. ومنظفه وكل شيء. كل شيء. بس اللهم اجيبها بالصحن واغسلها ولا لا؟ اكيد. اغسلها. غسلها زين ومو زين؟ لا والله بس غسلناها، والحين كل شيء بيكون فيها. بس ماي بارد. بس ماي تغسلينها فيها وتحمسين لها. حد يقليها، حد يحمس لها. الحين انا اليوم حبيت اني احمس لها. بس خلها شوي تاخذ دي عشان تنضن. هذا يقطنا.
الحين نبتدي أبي حق اليقط دعاء ما يعطيني صحن بس أحط هذه القفشة صحن؟ أيوة معنا أم عبد الله من الإمارات هذه حطيها أمي ألو السلام عليكم عليكم السلام شخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك هلا فيك الله يسلمك بغيت أكلم أم خالد شوي تفضل يا مار الله يسلمك شخبارك أم خالد الله يسلمك الله يعافيك الله يسلمك مشكورة على هالأكلات الطيبة بعد الله يسلمك وديتك بغيت أعرف طريقة الجريش طريقة الجريش إن شاء الله إن شاء الله بخلص اليوم إن شاء الله وأقول لكم الأطباق كلها بإذن الله زين مشكورة عفوا حبيبتي كل الشكر لك على تواصلك كم الجبنية جبنية والفالودة أيوة وال واليريش رص لا أمك ما نقعته ما يمل ما يمل عشان ما يصير أسود رضي عليك كركم أمي شوية قلبي أرش عليك كركم وبزار شوية بس وبزار أيوة بزار أي واحد هاي البزار صح؟ أيوة شوية مي بس تكثري الحين بحط عليها الثوم أعطيني البهار من اللي عندك البهارات كلها؟ أيوة وبحط عليها شرايح طماط تفضلي هذه حق لفشات اليقط اللي نحطيها منك وبحط شوي كركم والبهاراتنا المعتاده ابزار المخلوط الكمون والجلجلون والكزبرة كلها وانتهينا منها باقي بعدي ما هني بهارات ذكرت يوم الخميس ضحكتي هاي باقي عندك اي اهم شيء هذه الفلفل الاسود حق المقالي وايد حلو يطلع النكهه تعطيها ريحه حلوه انزين يما وابتدي اقلب الحين هذه طبعا اخلطها لين يصير البطاطس لونها اصفر نزلي في الدهن كان حمن زين هذه بنزله في الدهن وهذه بتقلبينه وبتخلينا شوي كذي أيوة. صح ايوه اذا نطلع معكم مشاهدينا فاصل ثاني في حلقتنا ونرجع نكمل معكم اطباقنا اليوم رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم أطباقنا اليوم طبعاً اليوم حمسات عندنا الكبدة والقلوب والكراوي هاي كانت حمسة والثانية اللي هي اللحم المقطع والثالثة الحين قلنا قوانص قوانص الدجاج والحين احنا في الرابعة اللي بتكون إن شاء الله جوانح الدجاج الحين بنحط شوي صلصة عليها حطيتي صلصة على القوانص حطيتي صلصة على القوانص اليوم شفتي سوينا لهم احنا ثلاث حمسات تقريبا والرابعة اللي هي الرابعة واحد اثنين ثلاث اربعة هاي اربعة واللي هي الرابعة اللي هي الجوانح هذه قوانص يعني حد وايد ناس مننا الناس يحبون هاي قوانص الدجاج والكبود احنا اليوم سوينا لكم قوانص وجوانح اجنحة الدجاج
بس ممكن اني انا اضيف عليها البقدونس. وممكن اضيف عليها شيء بسيط ماي. الحين ما هاي البطاطس اللي انا قاعده اقليها يحتاج ان اجهز مثلا فاين او ورق المتص؟ اي اي بس شويه حطيت لكم شوية ماي عشان ماي تلصق ويذوب الصلصة وتنضع شوي معاي. الحين خلصناها تنضع بس شوي. ايش كثر تاخذ القوانص لين تستوي؟ تبي لها ربع ساعة. هاي الأشياء كلها ما تاخذ وقت وايد. سريعة سريعة. خلاص الحين كذي احنا خلصنا. الحين يما اليقط وين صار؟ ها؟ ليقط وين وصل اي مرحله؟ خلاص اعطيني الحين للمشخاله ماي ليقط. الحين بتشخلينه ولا يحتاج وقت زياده؟ لا بس بشوف الحين وين قفشته؟ شوفي اذا يحتاج وقت نطلع تقرير ليقط، اذا ما يحتاج وقت بنشخله. لا يبي له شوي. يبي له شوي؟ ايوه. اذا اعزائي في هاي التقرير ام خالد عدت لنا ليقط، خلونا نشوفه ونرجع نكمل معاكم حلقتنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف اليوم الطريقة التقليدية اللي هي شلون بداية الحليب ونطلع منها الزبدة ونطلع منها أم بريد. ناس سمي ليقط بس احنا نسميها أم بريد لأن ناكلها مع التمر، والليقط هو اللي يسوونه يابس. واليوم نشوف شلون بنحلب الغنم عشان نسوي لكم تشوفون طريقتنا اللي هي من البداية. الحين انا حلبت المعزه وبوديها هناك، تشوفون شلون بنشخلها بنصفيه عن شوائب وبنحررها ندفي شوي وبعدين بنروبه. عدنا لكم عقب ما حلبنا الغنم وطبعا خذينا وشخلنا صفينا. عقب ما صفينا من شعر ولا شوائب فيه سخناه شوي عشان يموت اذا في شيء جراثيم ولا شيء تموت، وبردنا. عقب خذنا وحطيناه في المطبقيه عشان اللي يبي حليب يسوي حليب ويشرب، واللي يبي يسوي لبن حطيناه في المطبقيه. ويوم كامل لحفنا بالفوطة عشان يصير روبة. في نوعين، ساعات اللي بطلنا وشفناها يسمونها أم الروب، لكن هي صارت الحين عندنا روبة. والحين بنحطها في الأسقى وبنخضها عشان يعطينا لبن. هذه الأسقى مال أول. ولا أهالينا الأوليين ما كان عندهم مكاين ولا كان عندهم شيء، ناس تسوي من الجلد. هذه روبتنا، صار حليبنا صار روبة.
كل مره يطلعون حل الزبده منه، اما حليب شوهات ولا حليب غنم ولا حليب البقر. ونخفضه ان شاء الله. الحين ياكل مكاين وياكل شيء، لكن هذه كلها كانت طريقة أهلنا الأولية. مثل ما قلت لكم، حد يخضه في المعدن وحد يخضه في الجلد. وهذه الناس الأول عايشين على اللبن، رشونه على العيش، ياكلونه مع الخبز، يفطرون عليه في رمضان. لبننا استوى، بنحطه في المرطبان. هاي البيناتنا استوت، حد ياكلها مع تمرة، حد يشربها، حد ياكلها مع خبز، الناس تلذذ بها. هذه لبننا، وإذا زاد الأوليين يسوون منه اليقط اللي هي أم بريد مثل ما قلت لكم. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم. الحين قلينا البطاطس طبعا، والايقط خلص، الايقط خلص، اي الايقط خلص، الايقط. وهذه شو اسمها، هذه بعد خلصت ونص. بس ابتدي حطي يمي انتي الكبده ودي في الصحن. احط خلاص ابتدي. انا بقلي الجوانح، الجوانح فحتها بمايها، جوانح الدجاج حطيت عليها الماء، أضر شوي عليها بس طحين عشان تعطيها شوية قرمشة على ما يقولون، الطحين رقم اثنين. شيء بسيط يعني، مو بنا وايد. احنا حطينا عليها الخلطة اللي حطيناها بزار وملح وزيت، والحين حطيتي طحين رقم اثنين. ايوه. بس رشيتي رش رش. الخلطة العادية حطينا فيها، يمكن المشاهدين يسألوننا، الخلطة العادية اللي هي بزار وكركم وثوم. هاي حق الكبدة ولا؟ اي امي حق، لا هاي حق الغوانص. انزين عيال اجيب صحن ثاني حق الكبدة. شوف امي، هذه حق جوانح الدياي والبطاطا اللي عندك دعاء. هذه حق جوانح الدياي؟ اي والبطاطا. وهذه؟ اي هذه بعد حق اللحم. الحين ابي اشغل اليقط عشان يشوفونه. هذا اليقط ان شاء الله يتابعونا، اللي يبي يسوي يقط يتابعونا. شلون تبين الصادق؟ ابي هذه انا عشان اشيلها يعني؟ لا بتشيلينها خلاص، خلصت هي خلاص. هذه خلصت. الحين اليقط خلص واعتزل، معناتها انفصل يعني، انفصل عنه. عنه ممكن حد يحطه الاوليين، نحطه في شاش ولا قطره نظيفه او مشخاله، او مشخاله خلونا يشخل كذي. اقلب لك الدياي؟ ايوه.
في بصل مدور ما ادري وينه. وشو؟ بصل الصغار. اي ان شاء الله بخليه هنا ينشف شوية. هذه أسرع يمكن ولا هذه أكبر؟ هذه أكبر. يلا بنديهم خلي هذه بس خلي هنا ينشف لي. بنزل شوي منه. تحتاجين السمن؟ خلاص خلاص؟ إيه. كل شيء خلصنا. أغرفونا عيال عنك؟ بديتك بس بجيب الأغراض؟ يلا بجيب لك وانتي تغرفين. يلا أمي. ممكن الحين نحط اللي هو قهوة مسكرة. أنا جبت لك وانتي تغرفين. كلك خير وبركة. هذه قوانص الدجاج خلصنا منها. الشبدة يما اي صحن قلنا هذيلا ولا شنو؟ اي الشبدة اي صحن ذي؟ صحن عادي. هذي هبة يما. زين جايب الثاني. وهذه اليقط. زين يما اي صحن قلتي لي حق اللحم هذه ولا هذه؟ كله واحد امي. نفس الشيء. هاي زينه حق الكبده وحق الذي. ان شاء الله. بنحطه عليه. يما في وقت تجاوبين عن الجبنيه والفالوده ولا؟ الفالوده هي عباره عن القش اللي هو هو احنا نسميه خوص وهو قش. تاخذين ياخذ الكميه مثلا حق 4 اشخاص تاخذ ربع الحزمه وتقطعها وتصب عليها تقريبا 1 كوب ماي. كان له تبيه لين تروح يعني تذوب القطعه اللي هي عباره عن جيلاتين. لذابت خذت لها يا اما ماي وشكر وتبيها بالالوان يا اما حليب. تقيس بها 4 اكواب. ربع الحزمه هي تكفي حق 4 اكواب. وبالنسبه حق الجبنيه 3 اكواب طحين وكوب جبن سائل وقفشتين كبار خميره وحليب بودره بياله وفنيال زيت. هذه بالنسبة حق الجبنية. الجريش هو إذا تبين نثري تسوين خلطة المكبوس. إذا أنت تبين نثري ممكن أن تحمسينه قبل لين يصير أحمر وتسوينه نوع المكبوس. وإذا تبين تسوين مضروبة لا تحمسينه كثي وسوي نوع وزيد المروق. هذه بالنسبة حق الجريش. بعد شنو عندنا؟ خلصنا؟ في حد سأل عن اليريش؟ إيه؟ كنا في شيء ثاني مو بيريش. لا سألت واحدة عن اليريش. اوكي ما خلص يعطيك العافية جاوبتي على الكل عيل. انزين يبي الشاب دمي؟ بكا هذه حق الجوانح مو حق الجوانح؟ اي حق الجوانح مسكين. علي نسيته. الشاب ما تحتاج تزيين مزينة جاهزة. هذه مزينة بريحته. حطي طماط على الاطراف. ايوه حطي طماط حطي فلفل من على الاطراف ان شاء الله. وحطي عليها بقدونس من فوق ان شاء الله.
البقدونس. ايوه. الحين احنا اليوم نذكر حبايبنا، سوينا لهم حمسة الكبدة، سوينا حمسة اللحم الطوال، سوينا القوانص، قوانص الدجاج، وسوينا لهم اليقط والتمر والدهنة القطرية. خلنا نوخر هاي كلها. خلاص يما؟ صبري بابا بعدلها. بعدل ذي اللي عندك مع البطاطا. قلت يعني حطيت شوية ألوان، حسيت أنه ما في ألوان. أيوه. هذه البطاطا النص، وهاي البصل الصغار قليناها، وبعد تبيلها بقدونس. بقدونس أكو؟ أيوه. وين أرشه؟ فوق أمي عليها. فوق الدجاج؟ أيوه على الدجاج. و الدهنة، دهنتنا وين؟ دهنة قطرية؟ إيه. بعد هاي نحط لها طماط اليوم عليها. خلصنا. وين احط الدهن يما؟ على اليقط. على اليقط. زين هات يما. ازين هذاك بالبقدونس؟ اي يما. اليوم كله بقدونس مسكين. الليمون ما قصيت يما. ممكن يصير ترشين شوي على الكبده ليمون. بحط الله يسلمك شو اسمه؟ بحط من الجاهز لانه ايوه اسرع. يلا. يما الطماطم الجاهز وين راح؟ اكو طماطج؟ وهذه الدهنه برشها على اليقط. إذن هذه كانت أطباقنا لليوم. تسلم يدك يما على هال الليمون شوية بس. طبعا هاي اختياري صح؟ اختيار دبس أو ليمون. هذه كانت أطباقنا لليوم، طبعا كلها حمسات وإيقط. هاي تبعدي. إي صح تبعدي، أنا غلطانة. تسلم يدك يما. الله يسلمك. وجربوها وإن شاء الله بتعجبكم وفيه العافية.